لا أكيد متابعين بصباحنا غير يا نور، ومتابعين بأجواء آخر معرض أيام دمشق. معرض دمشق اكيد الدولي اكيد لدورة كمان بدي السينما. اقول رائف الف مبروك هو وزميلتنا رنا اسماعيل على الله الخطوبه، ان شاء الله يا رب هيك بالرفاه والبنين. إن شاء الله يا رب. محطتنا الاخيره من معرض دمشق الدولي رح تكون من جناح الب